السلام عليكم. احنا اليوم موجودين في قطر مول عشان نعرض لكم تجربة جديدة كليا، ذلك لمشاهدة نهائي كأس الأمير من خلال تقنية إمرسيف سبورتس واللي تم تشغيلها عبر 5G أريدو. بنوعدكم بتجربة تلبي كل أحلامكم. قامت أريدو بتركيب 12 كاميرا في استاد الجنوب المونديالي، بالإضافة إلى كاميرا التصوير بتقنية 360 درجة، وهذه الكاميرات بتغطي جميع زوايا الملعب. وبكل بساطة كل اللي عليك تسويه هو أنك تجلس وتشوف المباراة على التابلت، أو تقدر تشوفه من خلال جهاز الواقع الافتراضي، وتقدر وانت تشوف المباراة تختار الكاميرا وزاوية التصوير اللي تناسبك. وأكيد الفضل يرجع لشبكة 5G من أريدو والتقنية الخاصة من إريكسون. شبكة 5G من أريدو هي الوحيدة اللي تمتلك السعة والسرعة لتمنحك التنقل بين الكاميرات دون أي تأخير. أريدو اليوم تقدم لنا دليل جديد لأن شبكة 5G أريدو يكون لها دور كبير في حياتك.